السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. صباحكم صباح دار ممطرة، صباحكم صباح صباح دار يا هالسيل بيترشيشة مطر هنانة غسلت أبوي أرضها وشيرها ويدراتها، والحمد لله أصبحت الدنيا أبوي تتبهلل ما شاء الله. مخضر وخايز عنه الغبار، الحمد لله رب العالمين، وكأنه مر ولا ضر، يت هويات شوية قوية والحمد لله رب العالمين. زراعتنا ما اختلفت وما تكسر شيء، بالرغم ان يهوى قوي، يهوى قوي شوية، لكن الحمد لله طاح السنطر، ها تكود السنطر. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، يا الله يا رب تحفظ. اليوم شيء سيارات ويايات، اقول لكم البارحة شوية كان ما كان، البارحة كان يوم الراحة، يعني البارحة ما كان شيء سنابات، سناب كان الصبحاني ما صبحكم الله بالخير، ومن عقبه ما استوى شيء، لان بغينا يكون يوم هادي، ويوم ما بعن هادي، يوم يكون ما فيه سناب، يعني يوم تقريبا فاميلي دي كان، و الأمور كانت طيبة وسرت وجيت وما خليت بقعية غير ما كان شيء تصوير. انزين اليوم دون عن الأيام اللي اختفت، اليوم شيء فعاليات وايدة، منهن أول بالي بنسيني بالمبروكة، بنعطيهم أبوي سيارته، بنسيني بسيارته، سيارة البيت بنخليها صادرية الحين من 3-4 أيام، سيارتي زاهبة من يومين غير ما تفيك تسير أيبها، اليوم بنسير نيبها بعد ساعة تقريبا، فاليوم الحين بنسير نيب سيارتي، بنيب السيارة وخلاص بنسير، الله يحفظكم. شيء عندنا اليوم ثلاث فعاليات، فعالية نيب السيارة، والفعالية الثانية الله يحفظكم عرس المريخات والمزارية في قصر الإمارات في أبوظبي، هذا اليوم، وخلاف شيء فعالية في دبي، وإن شاء الله إني بسير عاني، جايتني دعوة رسمية لين مكاني من الجامعة الأمريكية، احتفالية العيد الاتحاد إن شاء الله، اليوم هم احتفاليتهم. صباح الخير جيلز، good morning, how are you? Good. الحمد لله. منو؟ شو بلاكم؟ شو بلاكم يا؟ ما يعرف حق كلامك سام حسن. لا بيضحك على بهاي الموضوع. صلاح؟ تعرف ايش يقول؟ ما يعرف كلامك. تكلم مصري، قول يا باشا. بس خلاص مصري. بس هذا. مصري انت كده. دوارك شو ريوق بالبيت؟ وما عرف. هي بسرعة رابيني عاد شو قبضي دنقو والثاني أيوة الجيمات أبويا أيوة. يقول سلام عليكم وبيسافر بلاده، مشكور يا مهر، ما في زعلان؟ لا ما في زعلان، أنا ليش بزعلان؟ أنت كم يجلس كم تيم عندي أنا؟ يجلس نمبر وان، شغل ترتيب زين، سلم على فاميلي مالك كلهم. صلاح سلم على مهر. سلام. مع السلامة. مع السلامة مهر. أقول لكم بوي متهلع أو تهلعت على الدنقو، فلازم حبة. هاي طريقة بوي دبي غرف العمر دنقو ويحب شوية الحرورة. شد بوي وحده له هنتين. ويفقصها من داخل. فقصها مرة. أيوة شل أبوي اللي اللاف وعقه وشو آزم داخل اللي تشوفونه أيوة نشب أبوي عق علي ويش يجي أخوي شيجة تانية شي غديرك عاد حينة يغني عليل حد من العرب يحط شوية فلفل أسود ولا كمون على هو والويمية لمن يرغب ولا أنا ما أرغب في الويمية ساعي غالي ها ساعي صح ساعي صاحي بلاني
ليش؟ ليش كلام؟ هو بس كده بسألك مجرد سؤال صاحي بس كده. صاحي صلاح بلاني عذر واللي تهلع ترى ما بصاحي. والله يا صلاح انت روحك امور بعد شوي ونحن خاطرين. تبى انت؟ لا والله برايك برايك. صلاح منو جاي؟ هلا. اي والله مرحبا ابو راشد. اهلين جود مورنينج ماي يانج براذر. تعرف صلاح مسن؟ بعد زين بالك ما تلحق اخوك. لا لا عادي سيم سيم. الحين صلاح بتصير كل يوم تتعلف بتصير فلاح بتصير عندكم خلف. زين الحين خلف بكبره هذي. لا العصر العصر وحين وين بتصير؟ بالبيت. لا العيلة سعدنا محمود. انا لا بعدني انا اروح بعدني ساعة انا اظهر. هي نعم خيخ ونص بعد منو قالك ما بخيخ؟ الله العظيم انا بالمخيخة حتى في اليلسة. هذه يا ابو محمد امطار الدمام خير وبركة والله يشملكم ان شاء الله بخيرة خير وبركة. هذه اجواء الدمام الان وهذا البرق والغيوم والخير والبركة. وين بسير؟ لا تو قلت بسير وياخذي وين؟ وين وين؟ والله ما بخبر حد ما بخبر حد والله ما خبر والله صلاح بزعل عليك ما بخبر ما بياس اصور. وين بتصير؟ وين وين؟ وين؟ ما بخبر وين؟ وين؟ بزعل عليك وين عاد قريب؟ وين وين؟ وين عاد؟ والله تقول خلاص بزعل عليك ما بخبر والله تقول يلا وين وين وقول عادة صلاح خلاص لا ترمسني بقوم أظهر عنك يلا قول عادة والله تقول صلاح صلاح ما عليه وين بتصير وين طيارة ولا سيارة طيارة وين وين عادة والله تقول تشرين الدمام بتصلي في الدمام وبتي يعني بيصير الدمام رح ما حد سمع هاي ترى ما بيصير الدمام هو يا اخته كم من يوم ويرد هي لا تحرون بيصير هي نعم كرت بلاد من كبره ما شاء الله هي لك انا على حله المزارع والمريخات افراح المزروعي والمريخي ما شاء الله تبارك الرحمن يسر سعادة إبراهيم عبد الله المزروعي وسعادة سعيد بن حاضر المريخي كلها أمة لا إله إلا الله أمة محمد كلها خير وبركة وكل الناس طيبين وكل الناس زينين وكل الناس فنانين لكن حلم العرب أنا رابي وياهم مستي وياهم لازم نبطريهم بالعدل ونطري الناس كلها بالخير وبالبركة وبالشيء الزين يا غير حلم العرب أزيد في في الرمس لجل عشرتي وياهم ويا هاليتهم ويا من استويت كل إنسان له بعد بغاية أنا أبو لازم لي بغاية بعد أنا غير شو هو موبايل فين كبيتها زين أقولكم هذا العرس قريناه أسبوع ليه خطف والحين بنطريه لكم الحاضر يعلم الغايب أفراح المزروعي والمريخي عديت وديتين عديت وديتين وثلاث وأربع وعشر لأنهم بويابين كرتهم قبل الحشر بعشر وهذا كرتهم الله يحفظكم الكرت روحه يا أبوك مغري باللغتين بالإنجليزي والعربي يسر سعادة إبراهيم عبد الله المريخي وسعادة سعيد بن حاضر المريخي والله مليون والنعم بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال بمناسبة زفاف عبد الله إبراهيم المزروعي على كريمة سعادة سعيد بن حاضر المريخي وذلك يوم الاثنين اللي هو اليوم اليوم لا تقول ما حد قال لكم الموافق 26/11/2018 بعد صلاة العصر اليوم عقب صلاة العصر بقصر الإمارات أبوظبي دامت دياركم عامرة بالأفراح تقولون ما حد قال لكم الحاضر يعلم الغايب حتى اللي ما ياهل كرت وحاط في بال أنه
نسيته العرب ولا شيء، بنادم يستوي له انه ينشغل ولا لا هي ولا عدب صار شرق ولا غرب، يعني يستوي لبني ادم سبحان الله. لكن التحرر ناسينكم، فانتم هذي ابوي الناس ابوي في قلوبكم وانتم في قلوبهم، فمفروض حتى اللي بعد عليه الدرب ولا بعد عليه المكان ولا شياته انه يجدر من العرب، لان هذا العرس ما بيستوي كل يوم، حتى لو يعني اليوم للسوق باكر بيتذكرونك بتيهم باكر بتيهم ييتن شيء شيءتن عليه هاي يوم بتيهم باكر، يعني بتي تسلم بس على الخالي ما يستوي، لازم تيم حق العرس. فحتى اللي ما ياهل كرت مفروض انه يجي ويتعنى، ايش لاجله؟ لاجل هالشيء يستوي سهو، يستوي انه نسى اللي ساير ما ودى، اللي ودى ما وصله، وصل البيت والبشكارات ضيع عنه، دقه سيل، ياهل مطار، شله الوادي، مليون عذر وعذر. للي يبي، للي حيد عمره، هالجماعه الهم قدر ومقدار در مرت محبة لو مقدار جرام من الجير والصداقة والأهلية وكل شيء، إنه لازم يوصل عرس فنان وفي مكان فنان وعرس الناس المميزين والناس كلها خير وبركة، ما حد خير عن حد، يا غير عادة مثل ما قلت لكم أنا اللي بغاية. السلام عليكم. Good morning. صباح الخير. كيف حالك؟ مبروك. أبويا بيصير أبو إبراهيم، نحن قلنا بيصير إسبانيا معاي إن شاء الله برشلونة ورا بكرة ها؟ يوم الأربعاء. أيوة. يوم الأربعاء رحلتنا، فالأربعاء لو الخميس تاريخ 28 فإن شاء الله رحلت اليوم توها ظهرت الفيزا، ما تشوف الابتسامة طارة الويطر. ها دواركا what you want؟ يا سلام. What you need؟ don't need anything. ليش تكذب؟ ليش تكذب؟ انا سمعتني اصغر دواركة؟ تعلمت الكذب يا صلاح، علمك هذا ولا كلمت ولا قلت حيل صلاح. شو حينه؟ شو تريدها؟ برايها تصير؟ انت قول عيال، قولها يعني شو يعني شو الحركات؟ عطها بخشيش صباح الخير. صباح التزاقريته الخبير ياسي يصورني، انا تاع هاي ديب الدين تحروني يا اصور. اقولكم اي فيديو بيني انا ما روم انشره كان مال شيء حاله انسانيه ولا حاله غير انسانيه، انا غير مخول بهالموضوع، ما اروم، ممنوع. مش قضيه ممنوع، قضيه انه مش حلوه اني انا لازم اكون اتحقق من الموضوع، لازم اتاكد من الموضوع، وانا مالي بار لين هالكثر اني اسير شرق وغرب وتشيك كان هالموضوع صحيح ولا. هذه الاشياء الحالات الانسانية لها قنوات ولها موظفين ولها ناس معينة تدخل وتبث فيها، انا غير مصرح لي ومش انا اللي اسوي هالموضوع، لاني انا ما اعرف ولا اقدر اسوي شيء مش من اختصاصي ولا من عندي خلفية عنه ولا دراي ولا دراسة. غلط اني ادخل عمري بشيء ما، لان ترك اللي ما يعنيك فايده، وانا انسان امساه توهقت وهقى ما شيء كبرها، يعني فيديو حرمه ما بصاحيه وكاتبين تحته تعزيه ومحمد دخيل والديك، هاي والدتنا توفت ونبى جماعتنا كلهم، قلنا ان شاء الله يا صادق صدق والله اني حطيت التعزيه وحطيت هالكلام عام الاول، وشلكم من عفده وعيالها واحفادها لين باب بيتي عايروني معاير السنه في دقيقه، جتلتمنا جتلت يدتنا ولا لا 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 لا. من هاك اليوم بالتوبه لا في اسوي شيء ما يخصني فيه ولا شيء، اعرفهم ويعرفوني ومشوف العين وبين وبينهم صله وتوصل التعارف ما عليه، ما اعرفهم لا باب ولا سبعه، هم في شرق وانا في غرب، عق عمري في تلة، وهل الموضوع يحاسب عليه القانون؟ لذلك هذا الموضوع بعدين يقول لك والله القانون لا يحمل المغفلين. منو قال لك تصور؟ منو قال لك هذا الامر وين جاي لنا؟
جايين لك من جهه رسميه كتاب. انا حين تغطي مارو مسيره غطي العرب كلها جماعتنا اهل بالسوشيال يسيرون الله يحفظهم، وانا مارو مسير خاف حد يوم اسير يقولوا لي والله بامر منو جاي منو قايل لك، وهي تغطيه عام الدعوه وبعدني اتروع اسير. انا ابوي من نوع اللي امشي واحسب خطايا اتروع من ضلتي الدار محكومه، وانا انسان اتبع القانون وفي دوله قانون في امارات القانون، فلذلك ابوي انا امشي واحسب خطايا ومستحيل احط شيء انا ما قابضني بيدي العشر، لازم اكون واثق منه وعقب ثغره ساروم انشر ولا اتصرف غير ذلك. ابوي مارو شعري اسكت اسكت يلا ابوي وصلنا حين وصلنا بتقر عيوننا ان شاء الله بشوف الغالي بشوف الغالي هادو كارزون 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 انا ابو كاني فارجنها من 20 سنه يا ابوكم زهبين هالسياره من اول البارحه ثلاثة ايام خذت لان نحن طلباتنا وايد اللي طالبينها يا غير انا ما تفيقت كانت عندي سيره دبي وشارب الغرب ومن البارحه زاهب السياره بحت على فكره ما كان عندي اي شغله غير مهان علي ظهرها وقت الامطار اي نعم فادي حيل تحروني هيا هذا كارزون هذا المدخل مالهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مايد انا الحين ما بقدر اصور السياره اولا من الفرحه والاناسه يا غير عروس 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 عرس قوه اتصالك زين اللي اهم عن هذا وهذاك انت طرشتولي فيديوهات اللي هي من اول ما ابتديتوا تشتغلون لين خلصوا وصلني الفيديوهات يا غير ما عرفت لان وايدات اللي ين الموظفه اللي عندك وايد اللي طرشت قلت له ابو محمد انت طرشي كل شويه تم تماشي طرش البروسس زين الحين طال عمرك يعني تخبرها طرش لنا حق ننزلهم للمشاهدين خبرهم شو اللي سويتوه انتم من اول بادي لين الحين قبل وبعد حاضرين يعني ما بحزنك من بدينا اليوم اول ما بديت حق جبت السياره ولسنا معاك نعم لين الحين شوف اللبسات النهائيه من مره تعمل مرتبشين ان شاء الله حاضرين ابو محمد ان شاء الله This is the conditions of the full front bumper. If you can see, there's a lot of like a heavy mark for the light accident. So we will do a smart repair on this side. But what we needed to do first is the contaminations of the paint. Before we do the full process of the full bumper restorations, we will try to do a smart repair so we don't need it to paint the full lower bumper. It's just only because there's a lot of major hit and bump from here and there. Hey guys, so this is the process of the smart repair that we done on this side. So like I mentioned, we won't do the full lower bonnet. We're just gonna do this portion that we have a heavy damage of the paint. So this is the area where we're gonna do the smart repair. And then I can show you later on the after pictures of what we done for the full lower bonnet on the side. يا ريسك لا ما بقى اطلع فيك هاي هذا التصوير اثناء عمليه تجهيز السياره نحن الحين جيتنا
وبخبركم يعني بيني وبينكم مش متفاجئ، شفتوا الصاعقة، شرات الصاعقة في السيارة، هاي تبارك الرحمن. شو غدت الحين ماي؟ شو سويتوا في السيارة؟ شو ما سوينا في السيارة بعد؟ تبارك محمد كان عندنا التحقيق علينا هني مكان الدعم للضربة. هي تشميخات، هي راحت. شوف ابو محمد لو بالملمس الحين اللي يد روح تزل. ترى هذا اللي يميز ابو محمد المنتج اللي عندنا. هذا المنتج اللي هو يحمي السياره. نعم، ويحميها عن كل الظروف الطبيعيه، الرمل والاشياء في الطريق. سبحان يعني احب بدال يعني قصدك هاي اللي يسافرون يحطون شيء لصون السياره من قدام عسب ما تتشمخ. هذا ما يحتاج الحين، انا الحين ما يحتاج احط هذا الوص بالسياره حتى عن التراب والاشياء. بالعكس ايوه، حتى الشيء الثاني حتى يصب المطر بتشوفها تشد حال السياره على سيراميك، ما يتم الماء على السياره. سبحان هذا الله. اللي يميز المنتج اللي عندنا هذا سيراميك بلتن، سيراميك او يسمونه هايبوفوبيك بلتن برودكتس. طبعا مثل ما طلع شفت ابو محمد لمعه، يمكن شفت عقب اكثر لمعه. اي والله عقب ما ركبنا هالشيء وبعد الاجراءات اللي سويناها، البروسيس اللي شرحناها قبل معاك. نعم، ومن داخل السياره بعد تغيرات اشتغلنا عليها. شو اللي سويتوا لي انا الحين كامل هذا حق سيارتي؟ بدا ابو محمد على السياره اول ما استلمناها وجلسنا معاه. اول بدينا مرحله الغسيل والتعيين السياره، عيناها عقب ما غسلناها شفنا وين المشاكل في السياره، وبناء على هالشيء بدينا نشتغل على السيارة. سوينا أول شيء البولش، تنظيف السيارة. نعم، الضربات صلحناها عند الشميخات، الشميخات والضربات القوية السيارة رديناها كما كانت. عقب دخلناها مرحلة التلميع مرة ثانية، تنظيف زين. من بعد هذا دخلنا وركبنا على السيارة الحماية، على السيارة حماية السيارة بالبي بي اف أو الجلاد الحامي على السيارة. نعم، اللي اخترناه معاك هو الجلاد الهايبوفوبيك اللي يحمي السيارة ويحمي حتى عن الماء يتم تقول مركب عليها سيراميك. نعم، من بعدها بدينا ننظف السياره من داخل، ركبنا لها مخفي مثل ما قلت، حمايه. المخفي اللي حطيته لي انا 5% مثل ما انا في ناس شو الوادم المخفي اللي يحطونه؟ وايد منتجات يحطونها منتجات، يعني مثل شو الناس تطلب؟ الديكول ولا مثل المنتج 3M، هذه المنتجات العالميه المعروفه. انزين، لاني انا ما احب المخفي، فانتم حطيتوا لي عازل حراري. نعم، وحطيتوا لي المخفي اللي هو 5% هو عازل حراري. نعم، هذا 5% وجدام 00 يسمونه الخفيف شفاف. ايوه، حي جدام 00. نعم، 00 اللي يحمي السياره الحراره ويحميك من اليو في اللي الاشعه فوق البنفسجيه والاشعه الحمراء. نعم، طبعا عقب ما ركبنا هالشيء ابو محمد بدينا ننظف السياره من داخل واشتغلنا عليه. وتذكر قلت لي يابا اللمعه وال اي والله ترى السياره كباها الحين. اي والله تم حمايتها من ضمن الجيل المنتج هذا السيراميك الداخلي، والحمد لله. وهذا المنتج بعد صديق للبيئه وصديق للنفس الانسان، لان ما في مواد بتروليه متطايره تضر الانسان. وهاي الاشياء الخطيره ان الواحد لازم ينتبه عليها اذا بيحط داخل السياره، بيستخدم السياره، بيتعامل مع السياره. طبعا ابو محمد هذه نحاول نوصل حق الكستمر او الزبون اللي عندنا يحصل الخدمه الممتازه اللي تليق بالمستوى اللي احنا نتمناه. وهاي الاجراء ابو محمد، احنا اول ما نستلم الزبون او العميل عند السياره. نعم، نبتدي في تواصل يكون بيننا وبينه، لان الخدمه ما تنتهي هنا، هاي تبتدي بدايه الخدمه عندنا. زين، الخدمه الحين انا جيت وشلي سيارتي. نعم، اليوم شو الخدمه اللي بسوي ليها الثاني؟ محمد عقب 10 ايام في اسبوعين نتواصل معه، نشيل السيارة عنك، اللي عندك نشيل السيارة. نعم، ننظفها، نتأكد من الأشياء هذه، لأنها تو مركب جديد الجلاد والحماية، ونتأكد على أي شيء تغييرات وردها كما استلمتها من عندك. رتوش، رتوش أي شيء عندنا اليوم، نتحاول أن الخدمة تكون أو السيارة كما كانت. هذه ما بعد البيع. نعم، أو الخدمة. بناء على هذا اللي كله تبتدي الخدمة مثل ما قلناك، تبتدي خدمتنا الحين. نعم، بالتواصل معك، لأن الخدمة نرتقي ان الشخص يكون معنا سنتين وثلاث واربع وخمسة. الخدمة هاي تكون بلاش لو بيزات؟ الاول مراحل 6 شهور تقريبا، اول سنة و 6 شهور بلاش. بعدين كل كم توني بنيك؟ احنا الحين اول مرة عقب اسبوعين. نعم، بنشيك على السيارة. نعم، بنشيل السيارة، بننظفها، بنردها مثل ما كانت. نعم نعم، وبعدين تبيني كل 3 شهور نتأكد بالسيارة ونغسلها وننظف السيارة لك ان شاء الله. هاي الخدمات نتأكد عن الضربات ولا اي شيء يصير بالمنتج، لانه تحت الحماية. نعم، تحت الضمان. الرنج شو سويته؟ اشوف هاي لك. نعم، ما شاء الله ما شاء الله، لكن سيارتي
ابو محمد هاي ضمن البرنامج كامل هو حماية السيارة بالسيراميك. الحين هذا ركبتوا عليه سيراميك؟ نعم. الحين بتشوف حتى وقت الكاتشرا ولا الرمار ولا المطار بيك يوم تغسل السيارة ما يتم بسرعة تنضف الرنقات هاي. وهذا اللمعة ما بتخفخ؟ لا لا ما بتخفخ. هاي من ضمن البرنامج العناية. نعم. نحن بنتم معاك على طول نشيك كل ثلاث شهور ننظف السيارة حقك ويشف. إذا مثل الكندورة إذا ما تغسلها غادي شوتها. أكيد. هذه برنامج اللي نحن نقدمه حق العميل ما بعد البيع أو بعد الخدمة هاي اللي حصلها. نعم. أني حصل السيارة نظيفة، المنتج مالنا نظيف دوم حسب ما كان هو مرتئي أو متوقع منه شيء. طبعا ابو محمد هذه السيارة مثل ما شفت الخدمة نحن نحاول نكون بمستوى 5 نجوم أو أعلى. لا والله كان تبسط، كان شيء مش أقل عن 7 ستار. 7 نجوم أنا أعطيكم من خاطري، الله اللي يشهد. شغل مميز وشيء جميل. هذه السيارة تبارك الرحمن تحرى، شفتي يقولوا زايع النغول، هذه اللي شيء اللي زايع النغول هالنمونة يلق يعني تبارك الرحمن. يا الله يحفظها من سيارة وتحافظني وتحافظ سيارة الواد وعيال العرب كلها. آمين يا أبو محمد إن شاء الله. بس للعلم يعني هذا المركز نحن نهتم في العمال اللي عندنا، الموظفين عندنا تدريبهم، رفع امكانياتهم، احتياجاتهم، وتدريب عندنا نحن لنا وكلاء المنتج هذا. فاي شركه تبي تشتغل معانا او يستخدمون منتجاتنا يمرون بمراحل التدريب، لازم ندربهم نعطيهم شهادات اعتماد من عندنا ومن امريكا في شهادات الاعتماد. ايوه. ان المهايله معتمدين يعرفون كيف يركبون المنتج حسب المتوقع منا كشركه او كمنتج نهائي. طبعا هذه اللي احنا نتابع لهم فيها، بتشوف مراكز الصيانه او مراكز اللي بيبتدون يشتغلون معانا يحصلون الخدمات هاي كلها ما بعد البيع او ما بعد ما قالوا اعتماد المركز لهم. ما شاء الله ما شاء الله، شغلكم ترتيبكم زين وفنان ورقم واحد. فطالت عماركم ما قصرتوا، يا الله يجزيكم كل خير. حاليا طال عمرك نحن جايبين النسمو الابيض هذاك. نعم حاضرين. شو بتسووا لنا فيه؟ نبى مثل ما سويتوا في هذا تسوون في هذا. نبى ترد يرد السيارة مثل انت مثل ما جيت السيارة هاي جيتها نشوف عليها نتأكد منها. نعم. نشوف شو تحتاج ونخليها نبى نفس ترد بنية هالنمونة. ما يهمك ان شاء الله. هاي الحين لها حول اظني سنة سنة سنتين. سنة سنتين ابو محمد اخر. لا نسمع هذاك سنتين. لا سنتين نبا يرد ابوي ولدي يومين. ما يهمنا هذا اختصاصنا، وهذا نحن نرتقي حق الزبون او العميل مالنا ان يحصل خدمه نفس ما يتوقعها واحسن بعد. جزاك الله الجنه. ها آه خبير ايش رايك؟ رقم واحد. رقم واحد. في شراتها الدنيا بعد. عاشت الحين ترى بتمها سياره ام محمد. الله الله فيها ما يهمك يا ابو، سووا لها شيء ترتيب زين. هي يعني يبالها عباله مشان بخيب يعني. شوف الحين هاي الرنقات شابيه نباها تصالك شرات رنقات سيارتي. ما يهمك هاي ان شاء الله بيحصلون الخدمه زين اللي يرتجون منها ويشوفون ان شاء الله. والكراسي نباها يلقن يردن الاولويات رقم واحد. ما يهمك هاي اول ما نبتدي عليه هن الكراسي. يعلني ما ادري حزنك يا ابو عاشر. الله يطول بعمرك ان شاء الله. كم من يوم بتتم عندكم السياره؟ هذه اسرع ان شاء الله من هيك ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. هذه اعطيها يومين ثلاث يوم تكون جاهزه ان شاء الله. بارك الله توصل عندكم لهنا. الله يرحم والديك من طيبك واحسانك يا ابو عاشر. مشكورين على هالخدمه المميزه وهالمكان المبروك. يا الله يطرح فيكم البركه. واشكر جماعتكم كلهم اللي اشتغلوا في سيارتي بالاخص هاي في البيري اللي داخل ليلى حليله حليله. اللي يميز كارزون انها في البيت في موجوده في البيسمنت اللي تحت ياسمون. فمتخلي سيارتك كان مثلا الخدمات اللي تقدمونها في كارزون. نعم. كم تاخذ وقت يعني؟ شو ساعه نص ساعه اللي بيغير مخفي؟ هاي 40 دقيقه ساعه تاخذ للتبديل المخفي اللي عندك تصليح تبديل السياره كامل المخفي ماله. وساعه ونص بيدخل ياخذ كوب بيتمشى شوي سيارته جاهزه. بيغسل السياره فيعني ما بيضيج. لا ما يحتاج يضيج. بيلقط ابوي هالمكان الفنان ها وبيجلس عند لتو بيجلس مكان اللي هو أيوة. لتو ولا متو؟ يلا ابو محمد يمين نعبه يمين. ترى ياسمون مش مثل اي مول،
شرح وأناسة، مكان تحس برقي المكان اللي أنت فيه، تحس بقيمك، تعطيك تعطيه وجودك في 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 هاسمول، يعطيك راحة نفسية، يعطيك سمو علو، تقدر تمشي شيء نافش عمرك غصب عنك، تبى ولا ما تبى، تبى ولا ما تبى. وأمم تحت ترى ما صور تحت خلق الله، ما خلق لك أغلبيتهم عوايل، نحنها ما في شيء ما تلقطه مش موجود في هالمول تبارك الرحمن. يعني شيء جميل 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 يفرح الخاطر ويسر الناظر. سبحانك يا رب. قالوا لي أنت تروج للمول، هي أكيد أروج للمول. المول هذا في وين؟ هذا في بلادي، في عاصمتي، عاصمة الخير. ليش ما أروج؟ أروج وامدح واشكر القائمين على كل إنجاز. هذا الإنجاز فخر، واحد يفتخر به، يشرح الصدر ويثلج يخليك تتفاخر وتفتخر أن هذا الشيء موجود في بلادك، موجود في بلادك، وشيء وعز بلادك من عزك يا الإنسان. الإنسان إذا أنه ما ينبسط في الإنجازات العظيمة اللي يشوفها في بلاده، مستحيل أنك أنت يكون تنتمي إلى هالبلاد. كلها بلادنا زينة، كلها بلادنا زينة. أيام الصنادج، أيام الخيام، ما بالكم الحين أيام الخيام والصنادج فنانة تغني يا ليل، ما بالك الحين. اللهم ادمهن من نعمة فضهم الزوال يا رب العالمين، ودوم علينا نعيم علينا ديم علينا يا رب العالمين نعمة الأمن والأمان يا أرحم الراحمين. والله مليار مليار ولا يسدن، مليار ولا يسدن بخلف. ايش حالك لا خلينا منك يا سعد حظي اليوم، يا سعد حظي. هذا بالله عليك منو هالي وياك يا هذا علي بن حرمش، ما شاء الله. ايش حالك يا علي؟ كيف انت؟ والله مليار مرحبا ولا يسدن. يعلني ما دوب حزنك. ايش حالك؟ هذا انا يا رجل، خف علينا. ايش حالك لا خليت منك؟ وعدنا بكم الشيهات من عامات الاول. زين ايش علي؟ عزموا بنيكم. انا ما يخصني، عزمكم ابن عمك انه خذه. اللي يجيب لي عزيمه لا يا رك الله يرقد بلي الحوض. شيء تامر؟ الله يحفظك. السلام عليكم. ما تبي ترمسيني؟ انا وياك بصور. السلام عليكم، كيف حالك؟ يا رب يا ربي نقمتني انا، الله تصير لي ما عرفت حين. انا رجال طولي طول عرضي عرض، جاي منك بصور وياك، ما تبين؟ برايك برايك بني عملك زين فوق عن الزين، مكان رقي وأناس وشي جميل فوق عن الجمال. الكافيهات اللي موجودة العالمية في الدنيا العود كلها بوي لها أفرع، ما خصلكم لا فلان ولا علان، كل شيء بو موجود في الدنيا العود كله موجود. هي كنتي يا سمون ماشي سفرة مرة ثانية ويا الريال؟ لا لا بيصير لندن بوي بالتوفيق تاريخ 20. طب والتوفيق عنك تعال هني. لا هذاك بوي دارك شوكلت ماشي، هذا كذاك صديق قديم صعب. لا أنا ما تبع الصليج، اسمعك ولا أدريبه، ما تبع الصليج ولا توايب حق كل زقر. حد يقول لي هو بتوايب؟ لازم يقول لي محمد ولا خالد بتوايب. حصلت عندك؟ قلت له ها وين مسافر يا ريال؟ لا بس يا ما يستغنى عني. هي نعم صدقه ما زين. قال عيله زين زين, الله زين. انت من وحينا؟ انا هلال جابر. والله والنعم، والله والنعم بالنيابه، والله من اليوم مرحبا ولا يسدن. رد السلام على ربعك وعلى صدقارك على كل يعز عليك ان شاء الله. الحظ ها هاك اليوم جتك الصوره هاي وقالوا لك اندبها، ما طعت لك رب العالمين يا ابي ابوي الريال لين عقر داري. والحمد لله هذا صورنا وياه وهذا الريال، والله مليون والله منعم. مشكور 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 انك خراويتني الحظ حتى لو عقب سنين طويله، جزاك الله الجنه. طبيعي موقعي الله يحفظكم، أنا حاليا موجود في المعاريس، وهذاك أبوي المعرس ونسيبه، هاك المعرس ونسيبه توي هو بالي بعد ما حد أياي أول واحد في الدنيا العودي يجيهم أنا.
الله يفرحهم ان شاء الله. الله يفرحهم. طلع عليه شفت هذا 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 حلوين قرب الله تاكل حلوين. الى الله يبارك لكم ان شاء الله. عاش ابو يوهر عاش ابو يوهر عاش ابو يوهر. يلا يلا الحين احنا نولع. الله يبارك لك والله. مليون مرحبا ابو يوهر. مليون مرحبا ابو يوهر. صليغ الطفوله. مليون مرحبا صليغ الطفوله. لا خلينا منك يا ابو يوهر. حالك كيف انت؟ خير يعني. كل اللي يتخبر عنك يقول ابوي هالزمان ما نشوف الفنان. موجود طال عمرك. الفنان موجود ترى. الافراح والمناسبات. الحمد لله يعلق دوم. ما نطلع ما نطلع. يعلق تفضي حي يا ابو يوهر. حتى بالمثل الله يحفظك ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. الله يخلينا منك. بالمشروع الجديد. زين. الساده وشو المشروع هو يعرف. يوسف المزروعي المحاضر. يا ربي ما يحب التصوير عاد. معرس ان شاء الله عليك. هذا سعيد بن حاضر. هذا سعيد بن حاضر ابو العروس. هذا سعيد بن حاضر واللي كان عداله توه محمد بن حاضر هو كنتي سعيد بن حاضر. هذاك يسوي على خال العروس وهذا ابوها وهذاك المعرس هاك ابوه. خلينا منكم على الله يسر اموركم مثل ما بابيكم حفظكم. محمد بن حاضر المريخي. محمد بن عيد المريخي. خالد بن عيد المريخي. وهذا الرجال مزروعي. ها؟ قم من هلال بعد مزروعي. بقى بقتكم الشيف اول ما شفتك تحريت من قم بالقطري. طلع اول ما شفتك تحريت من قم بالقطري. نفس الوشره ونفس الشيء. ايوه. ايه سبحان الله. يعني الله يحفظك يبارك فيك. يبارك لكم ان شاء الله. شيخ سرو بن سعيد بن محمد بن خليفة النهيان. المحارب القدامى الله يحفظه.
والله مليون مرحبا، مليون ما يسدن ما بالله وحده. صديق قديم ابراهيم الزعابي عديبك من ايام ميلاس محمد عثمان بالسبعينات ما شاء الله كنت وما زلت معك فنان سعيد يا ابو محمد اسعد الله يحفظك ما شاء الله عليك مقصر يا الله يحفظك يصير عنك الشر حضرنا العرس وعينا من الاخير والله يبارك لهم ويسعدهم ويالف ما بينهم يرزقهم الذريه الصالحه بيلس لين يخلص العرس لين حتى عقب المغرب ما زين له السياره يا ابو محمد عرف هالشيء من السيارة محسن شو اسم السيارة هاي ما عارفه والله ملفت للنظر تبارك الرحمن أقولكم خليني أصور عدالها اللي يبلغ علي راعيها أقولكم العرس عرس فنان وغاوي الله يرزقهم إن شاء الله ذرية الصالحة حضرنا العرس وكل كان في خاطري أجلس لين عقب المغرب غير الله يبارك فيكم وراي سيرة دبي مفروض أكون في دبي قبل الساعة 7 إن شاء الله لحضور الاحتفال باليوم الوطني في الجامعة الأمريكية إن شاء الله مع السلامة يا قصر الإمارات واسمي لي سما قصر الإمارات إنه ما قصر اسم على مسمى كان حد راح بحسيارة شم السيارة هاي بالله عليكم محسن محسن تعال تفرق تعال تفرق تعال تفرق شوف 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 الدنيا شوف الطماشة شوف الزين شوف الشيء ها محسن تعال جنة والله ها جنة شفت ما شاء الله شو رايك بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يزيدكم يا رب ويجعلنا خير يا رب ايه ترى صوت عيب ما شاء الله تبارك الرحمن اطلاله جميل ومباني شاهقه تاخذ العقل يا الله يا رب لا تغير علينا الا الى الاحسن يا رب العالمين تحفظها من دار هي والله السيارة قامت ما عارف اسمها ونحن وصلنا حرم الجامعة الأمريكية كان في استقبالنا هالرجال الفنان انت منو راشد سيف المري رئيس النادي الإمارات والله الجامعة الأمريكية مرحبا مرحبا وهالشباب اللي وياك هالجماعة منو هالبنية ولا منو البنية اليازي البلوشي شاعرة وطالبة ما شاء الله الجامعة الأمريكية اي كلية اي جامعة اي قسم هندسة هندسة ما شاء الله شيبان شيباني والله والنعم والنعم والاخ من ما سمحت انا ابراهيم انت محمد عيسى النعيمي انت ليش طالع نيارة طالع الكاميرا زعلان انت قايل لنا خف على عمرك قايل لنا متين وزعلان انت انا محمد البلوشي والله والنعم وانت ابوي جاسم علي ها جاسم علي زين ولك زعلان راشد بن سيف المري نعم اقول لك شو البرنامج الحين زين البرنامج عندنا اول شيء دقيقه صمت فخر وعز لارواح الشهداء امين بعدها عقب ان شاء الله عندنا النشيد الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده وبعدها يبدا برنامج الحفل لمده 3 ساعات والحفل شو بيكون الحفل احتفاليه العيد الوطني 47 ان شاء الله الله يوليك العافيه ان شاء الله يا زوي تعال انا باليازي يازي شي بتسمعينا قصيدة هرثاية في الشيخ زايد نزيد يلا لا والله ما الحين مفاجأة مفاجأة لين عقب ها. على السيد ما يصير والله ما يصير الحين أنت ما تعطي شيء من الجديد أبد ما طعت The National Anthem of United Arab Emirates شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة أحبكم جميعا وأشكركم جميعا على الحضور جميع الضيوف جميع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الموجودين معنا اليوم نورينا في الجامعة الأمريكية في دبي وأنا شخصيا يشرفني جدا أن أكون في هذا الصرح العلمي العظيم والعظمة ليست بالحجم العظمة دائما فيما يقدم هذا الصرح العلمي من علم من منهاج من فكر للطلبة اللي بينهم وبين سوق العمل خطوات من أجل أنهم يخدمون هذا البلد
من خلال العلم اللي حصلوه في هذه المؤسسة الأكاديمية المحترمة جدا. لذلك تواجدنا اليوم في هذا المكان في هذه الجامعة أمر عزيز على قلوبنا، أن نشوف عيالنا وكل الطلاب اللي مستقبلا بيكون جنود هذا الوطن، سواء كانوا جنود في السلك العسكري أو حتى في الحياة المدنية من خلال تخصصهم وعملهم. صباحاً، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It is now my great pleasure to welcome all of you, distinguished guests, faculty colleagues, family, friends, and everyone else to aid this. وانطلق قطار الاتحاد العظيم بست إمارات بعد تخلف رأس الخيمة التي عادت بعد شهرين. في ذلك اليوم عانقت ألوان علم الإمارات سماءها المنتشئة بمشاعر الفخر، مشهد لازال حاضرا في ذاكرة من شهد ذلك اليوم. الشاعر الشيخ ركاض بن عبد الله بن ركاض العامري عنده قصيدة والحين بيعدها الله يحفظهم، بس ضيفتنا جامعة الأمريكية في دبي. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى الله يحفظه ويطول عمره رب العالمين. بمقام هذا العيد الطيب والتلاحم الطيب والإمارات واحدة والبيت متوحد، بنقول قصيدة وطنية في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. الشيخ خليفة بن زايد هو العنوان والقدوة للبلد. أقول دارنا دار المحبة والسلام، دارنا دار المحبة والسلام، دار أبو سلطان، دار المبدعين، رفرفت أعلامنا بأعلام قام واستبشلي على أرضك وزين. دارنا دار أنتي أنتي دولة فوق الغمام، عاش شعبك عاش حاكمك الأمين. دولة تبنى بعز واهتمام، دولة تبنى بعز واهتمام، من فضل قايد بناها من سنين، الله يرحم زايد الفذ الهمام، باني الدولة على شرع ودين. سؤالك الجنة خالد الخالدي ومجموعة كلكم، ولنا شرف كبير أننا شفناه اليوم. جزاك الله خير. أقول مع بعض في الهرد صادفت لي أحلى غزال، مستحيل أنسى عيونه، مستحيل في عيونه سحر، ورموشه ظلال ناعس الطرفين، ورمش الكحيل في صعايب مملكة سحر الجمال، الجمال يبهر عيون الخلايق، يا الأصيل انمشى يمشي بهيبة واعتدال، هيبته هيبة ملك ماله مثيل والشعر لطاح، عرد فين مال وانمشى خسرة مع النسمة، يميل فاك كل الوصف وتعدل خيال به تصاوير الفرس وجموح خيل، فاك كل الوصف وتعدل خيال، في وسط عيني لا تزال ولا رأت عيني مثل وصفه، جميل بالعشق والطيب وسلوبه ودلال، ما يجي مثله ترى في كل الجيل، بالعشق والطيب وسلوبه ودلال، ما يجي مثله ترى في كل جيل، يا رات القلب راسلني وتعال، حالتي حالة سجين أنا وعليم، يا غنات القلب راسلني وتعال، حالتي حالة سجين
أو عليل يا حبيبي لك بجاوب عالسؤال، أنت أول شخص في قلبي مزين سؤالي. جنون الحروب والصلح لمحة حاجبيك من نازلك راح مغلوب الحسن كله يحتويك. من نازلك راح مغلوب الحسن كله يحتويك، قلبي من أسبابك يذوب ويتوق بشواقه إليك، لو كنت في أقصى الجنوب أو آخر الدنيا أجيك بجيك، أشم عطرك بالهبوب وأحب أنا نقشت يديك، أشم عطرك بالهبوب وأحب أنا نقشت يديك، من الصعايب ما بتوب مدامك القلبي شريك، تمشي وخطواتك بدوب تبهر عيون مشاهديك، تمشي وخطواتك بدوب تبهر عيون مشاهديك، من القمر انت تنوب طلق تفرح معجبيك، تكفى ترفق بي بدوب عن دم محبوب يبيك، بالروف بالروف يا اظلم حبوب يا عشق ما عقبه غروب، انت الملك وانت المليك سؤالك. الله يا دار الزايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها، تسمين واضر من أولها إلى قصاها، حلوة وزايد دلي أكثر محليها، الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها، تسمين واضر من أولها إلى قصاها، حلوة وزايد يلي وينك حبيبي ما وحشناك، طولت ما شافتك عيني طولت غالي بفرقاك، وتعبتني وانت ظنيني ما دام قلبي ما دام قلبي حيل غلاك، لا تستمع للمبغضيني لا تستمع للمبغضيني، والله حبك والله حبك موت افداك، ولا تقول قلبك ولا تقول قلبك ما يبيني، ولا تقول قلبك ما يبيني سؤال. الصوت رايح وسموحة حسانك الشاعر ما قلت الا الزيد يعني عمرك طويل وتشرفنا بصوتك الله يحفظك، افرحتنا بعد هالقصيد المميز الكلمات والمنطقه، انت تفرح القلب واللي يشوفك بيجيب القصيد ويجيب كل شيء، يعلك تسلم يعلك تسلم الله يفرحك يا رب يا رب الجنه. فإن حبي دائما لا يلين
إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة مبارك أم الجميع، الله يحفظها ويطول عمرها. قول آمين. آمين. أقول يا شيخة الشيخات يا منبع الخير، يا شيخة الشيخات يا منبع الخير، يم العوايد كاسبة كل العوايد تدرين، أنت من الملا والبشر غير، تدرين أنت من الملا والبشر غير، يا أغلى وأغلى من سكن في قلب زايد، يلي غلاك بدمنا دايم يسير، يلي غلاك بدمنا دايم يسير، متسيد وسايد على الناس سايد، اسمك يسطر بالذهب والأساطير وعلى نحور الغيد صارت قلايد، اسمك يسطر بالذهب والأساطير وعلى نحور الغيد صارت قلايد، غير السعد غند وغير السعد غرد بلحنون شايد، يلي غلاك كبير وقدرك كبير واضح ولا يحتاج علم وشهايد، يم الشيوخ النادرين المغاوير يا أبو خالد على المجد قايد، رفت على فعله جميع البنادير وبين الدول اسمه على الطيب رايد، رفت على فعله جميع البنادير وبين الدول اسمه على الطيب رايد، هذا ولد زايد، ولد زايد الخير يا شبه زايد بالصفات الفرايد. سؤالك أم الإمارات تستاهل أكثر وأكثر، تسلم الله يحفظها ويطول عمرها. سؤالك. آمين آمين. إذن شاعرنا بالركاض العامري أعد عليكم قصيدة رثائية في الشيخ زايد رحمة الله عليه. يقول والله إن الحق ما منه محيد، ينكتب لك يوم تبعث للحياة كل شيء بم خلاق العبيد، يامر وينهي ولا علم خفاه، والنهار اللي هو العلم النكيد مو مداليله يصدق ما حواه، زعزع قلوب العرب في كل حيد واثبرت كل العيون دموع، آه حد يقول إن الخبر ما هو أكيد، وحتى أكد وابتدى يجهش بكاه، يا مساليل الثلاثة وش تريد، يا مساليل الثلاثة وش تريد، ليه ما جنبت ريرك عن مداه، هقوتك إن العرب تبغي المزيد، لا وربي كلهم عافوا مساه، أظلمت دار الظبي تنعي الفقيد، تذر في دموع البحر فوق الحصاه، يا سحاب الخير لا تكثر رعيد، الرعيد بجرم يبغي القصيد، انكتب له اسم زقيد في دواه، لين ما مد الحبر من عرق الوريد، وقام ينزف كل طاروقة ابتداه، لو يقول الشعر في حق زيد، يوفي بعض فعله أو سنه، ودع ترابك مع النعش الجديد، ونام في جوف البطين وفي ثراه، افتخر يا قبر وتفاخر العيد، دام زايد في وسط حضنك هناه، واحد بالطيب ما مثله شهيد، ارتوت قاع الثرى من طيب ماه، قوم العمران من طود وحديد، شفت ابراجها بعلى سماه، وضمنا ضمت حنونا للولي، ولا بقى فينا جاع ولا عراه، يا اله الكون يا الرب المجيد، نشهدك انا رضينا يا اله، فرض عنه واسكنه ربي سعيد في جنان الخلد، واكرم له ثواه، واغفر لمن صاح في نعي الفقيد، يوم جاء علمه صرخ وزايده وسامت. ما قصرتي ما قصرتي. أقول رف يا علم فوق القمم بالعوالي، وإحنا نعيش نمجدك كل الأوقات، مرفوع تبقى شامخا بالعلالي، وبكل محفل لك نأدي التحيات، اشمخ فداك رجال تسهر ليالي، تصبح تحييك وعلى عزك تبات، في عهد بو سلطان تاج المعالي، رمز الكرامة والوفاء والمروات، القائد الأعلى الحكيم المثالي، رمز الكرامة والوفاء والمروات، اشمخ فداك رجال تسهر ليالي، تصبح تحييك وعلى عزك تبات، في عهد بو سلطان تاج المعالي، فخر العروبة والأمم والحضارات، القائد الأعلى الحكيم المثالي، رمز الكرامة والويته، يحس بليته ويفهم
في الحشاب من أول يوم صادفت عشقت عشقت حل وغليت غرامه بالحشا يسطي وسامح لو بعد يخطي وله كل العمر معطي وسوات العين سوات العين داريت عليم الله سبحانه فالاقوى منه هجرانا وفيها الروح هيمانا من الاعمار. اولا انا الله يستر عليك ما اعرف كنت سالم لكن صوتك جميل وطريقة إلقائك طريقة واحد من هايل يعني المتمرسين ما بمن هايل أنت ما بطالب ولا شو أنا طالب في الحياة ما شاء الله عليك حرج يعني ما بهيب على الله يبارك فيك منو أنا إبراهيم استادي أنا في إذاعة دبي داوم والله زادك فادك حي أيوة أنت منبولك مذيع أنا هي مضي في خاطري هذا 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 مشروع مذيع ها غيرك مذيع ما شاء الله تحرجني طالب هي والله زين الحمد لله الله يطرحك هذا المطلوب أصلا ما شاء الله عليك الله أنا من شيء أسير فعاليات جامعية عشان أعز صورة الطالب ما شاء الله عليك ويهك بيبي يعني صغيروني الله يسلمك الله يطرحك البركة شرفت بشوفك ومعرفك والله شرفنا الله يطرحك البركة إن شاء الله يخليك ويحفظك جزاك الله كل خير شكرا شكرا أول بادي كسبك الدحين عبد الله سيف سويدي وين داوم جامع جامع هاي يعني حاضرين كل واحد يخدم الدرب بجاه احنا في خدمة وطننا حاضرين كل واحد يخدم الدرب بجاه العيال العود زايد قانلين الشدايد قانت كل واحد يخدم الدار بجاي راتب السيف المري مشكورين على حسن الاستضافة وعليك حاضرين دعوتكم إلى بيته وتيكم عيوني مكان يستاهل العنوة وعيالنا وعيال عيالنا وإخوتنا بيط ويهنا ومشكور ما قصر عيوني تيكم في كل مناسبة إن شاء الله ما عنكم غناء حبيبي إن شاء الله تسلم على الإدارة وعلى البنيات والشباب والكبار والصغار السلك الدراسي والمدرسين والمدراء كلهم حتى هاللي اللي حطيكم درجات ما بزينة بعد سلم عليه والله ما بيحطنا درجات زين لا بيحطون ابوي هذا الجهد كله يعطيك العافيه هذا الجهد كله لازم وانت سامحنا تعبناك وازعجناك جزاك الله خير والله واجب لا خليت من اسمك تسلم تسلم عزيز وغالي وهذا عينه عاد ترى اخر سناب في الجامعه الامريكيه الجامعه العريقه الفنانه اللي على الله يحفظه ان شاء الله كل اللي تهرجوا فيها ويفجعهم لما يحبوا يرضى يا رب العالمين يحفظ عيالنا من كل شر وضر هذا محمد بن احمد محمد ولد احمد ولد احمد الحاي اخو جمال اخو جمال ايوه جيتك في لندن ومدحني ايه والمدح ما صابت الهدف شو السبب ما ادري من المهب يا مهب طهف كسر الدنيا كلها على الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله هذا ربيعك مقطع يصور ليش هذا سلطان النجم زين بلا ما يبي يصور ثاني ناس بالرقاق عشان تبغى تصور سلم على اهلك خلاص يسلم سلم على اهلك يلا مع السلامه شباب مشكورين ما قصرتوا ها باش مهندس شو رايك الخبير رقم واحد كل شيء زين كل شيء تمام جزاهم الله خير مشكورين 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 حبيبي العفو العفو عليك شكرا كل الشكر والتقدير للجامعة الأمريكية لحسن الاستضافة وحسن الترتيب والحفل الجميل المميز اللي من مجهود الطلبة اللي ما قصروا شيء جميل وكان مرتب
وكانت حفاوة الاستقبال وحفاوة التوديع مثل ما استقبلوني ودعوني عند البيبان، مشكورين وما قصروا. اللهم احفظ شبابنا وعيالنا وبنياتنا من كل مكروه يا رب العالمين، ووفجهم إن شاء الله في حياتهم الدراسية والجامعية، وارزقهم إن شاء الله الجنة اللي أهم عن كل شيء. اتفقنا ويا الجماعة وتشاورنا، عزمنا نسير دبي مول، بنتمشى في دبي مول وبنعين الله خير وبنتعشى وبيكون مضوانة إلى عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي. ما شاء الله ما شاء الله، أول مرة بحياتي أي دبي مول والقطه في هدوء في سكينة، يعني كان أعتقد هذه اللي يقولون عنها السكينة التي تسبق العاصفة أو الهدوء الذي يسبق العاصفة. الحين الإجازة بكرة ورا بكرة ولي عقبة ولي عقبة ولي عقبة، يا ربي بضي الدنيا ضي، بتازم الدنيا أبوي تنغش تنغش تنغش. مو ظنكم ده أقول لي زين، ما أقولكم نحن الحين في هالمكان الفنان الشاهق، تدرون شو في خاطري يعرف؟ في خاطري يعرف فاتورة برج خليفة في شهر واحد، ما بحينا في الشتاء لا في عز القيض شهر سبعة، كم تستوي فاتورة البرج خليفة بكبره شهر سبعة كم؟ اللي عنده الجواب يلحق علي خبرني، فاتورة برج خليفة شهر سبعة كم تكون؟ شهر واحد، هذا سؤال واحد. ونحن حين الله يحفظكم في هالمكان الفنان، انت رأي يبتدي العرض الفنان وبنتابعه نحن يمنو يا الفنانين، إلى الله يحفظكم ويبارك فيكم وإن شاء الله نتفرج. بس هذا عاد آخر شيء من عقب سيرة جامعة الجامعة الأمريكية، هي ابني المنظر قلت أصور. زين ابتسم، وين ابتسامة؟ والله ما ابتسم، ولا بصور.